تقتات القلوب من السكينة، يحويها عمران المدينة، يعبر السلام من نوافذ اللبان إلى نسيم رعداء، إلى الغرب والشرق، إلى الفيافي، إلى شوقي وأطيافي. في قلب المدن يلمع الذهب كالفضة، ليشرئب برج النهضة ويحكي حكايا البلدان. يلوح للقادم والراحل، فترى فيه صورة ماطرة نرويها في الناس والخريف. أهلا بكم مشاهدينا في لقاء جديد ويوم متجدد في الناس والخريف. ترحابا بكم من هنا من مدينة صلالة ومن أمام برج النهضة. نعطر هذا المساء باللبان الظفاري الذي يحمل بين ثناياه عبق التاريخ للزمان والمكان، لنطوف بكم في طبيعة وخريف ظفار 2023 لنحكي قصة الإنسان والمكان. أهلا بكم وأهلا بك حوراء. أهلا وسهلا بك عوض، ومساء الخير لكم مشاهدينا الأحبة في هذا المشوار الجديد من برنامج الناس والخريف، ونحن بالقرب من برج النهضة. يعني نحاول بقدر المستطاع من خلال هذا المشوار أن نطرق كل الأبواب من داخل وخارج سلطنة عمان، لنشجعكم على زيارة محافظة ظفار، المواقع السياحية، أخذ وجبة مشهورة في محافظة ظفار، مطاعم المضابي حاضرة، أكشاك النارجيل، المقصقص اللي خاطري فيه من متى وإلى اليوم. الآن ما جاني إن شاء الله اليوم عايد. هي هذه المهمة والمسؤولية مسؤولية عايد، ولكن هذه المرة العذر معانا أنه هو موجود في الشاطئ الحافة، ولكن ما مشكلة، وعدني أنه المقصقص راح يجيني بإذن الله. إن شاء الله. إذن متابعينا، نتمنى لكم متابعة طيبة بإذن الله من خلال جميع جولاتنا ومحطاتنا اللي محضرينها لكم في حلقة اليوم في برنامج الناس والخريف، لننقل لكم واقع موسم خريف ظفار لهذا العام كما هو. متابعة طيبة للجميع. متابعة طيبة، وبالتأكيد كل التفاصيل حاضرة معكم دائما في الناس والخريف.
تفاصيل الخريف يبتهج ساكن وطيب كل ما حولك لطيف كل هذا في ظفار حيبك من حذق وين ما رحت ومشيت الكرم في كل بيت كل هذا في ظفار مشاهدينا الأحبة رجعنا لكم من جديد وكل هذا في ظفار التاريخ الحضارة التراث الثقافة الفعاليات الطبيعة ستجدها هنا في هذا الموسم بالتحديد لهذا العام. هذه الأغنية من إنتاج بلدية ظفار فهي أغنية موسم هذا الخريف لعام 2023. في العمل لهذا الموسم وإنتاج الشباب من المحافظة اشتغلوا على كل تفاصيل هذا العمل، نوجه لهم التحية من خلال البرنامج، فكرة وتنفيذ وتصوير وإخراج أيضا لهذا العمل. نعم، وهناك أيضا الكثير من الأعمال والأغاني التي نشاهدها حتى في مواقع التواصل الاجتماعي محبة لظفار. إذن مشاهدين الأحبة أيضا هذه هي لقطات حية ومباشرة بالقرب من برج النهضة، كما نشاهد أن هناك توافد من قبل زوار محافظة ظفار. أعتقد كل شخص يختار هكذا مكان حاليا لزيارته، فمحافظة ظفار دائما تكون ملتقى للأسرة، ملتقى للعائلات، وهي ملتقى المحبة والسلام. وهذا الازدحام هو يمكن الدوار، هو نقطة الذهاب إلى مواقع مختلفة. صحيح. ونحن من هذا الموقع واتجاهاتنا المختلفة أيضا في البرنامج نرحب بزملائنا في الاستوديوهات في الناس والخريف، هناك في استوديو وزارة الإعلام في جبل ليتين زميلنا عبد الله السباح، وأيضا عبد الله تبوك في استوديو شاطئ الحافة، وزميلتنا حوراء اللي راح تكون في موقع جديد اليوم هنا في صلالة عند مشاتل وأكشاك النرجيل. مساء الخير عبد الله ومساء الخير حوراء. نبدأ مع عبد الله. عبد الله أهلا بك. مساء الخير عوض، مساء الخير حوراء، يعطيكم العافية، وإن شاء الله دائما هذا اللقاء يتجدد معاكم من خلال برنامج الناس والخريف. تحية المشاهدين الكرام في كل مكان، دائما الناس والخريف
هي النافذة اللي من خلالها نطل على محافل وكذلك الطبيعة وأيضا الأنشطة والفعاليات على مستوى محافظة ظفار في خريف ظفار 23. اليوم احنا من خلال برنامجنا بالتحديد في استوديو جبل أتين بتكون عندنا كذلك مساحة جدا جميلة بما يخص الفنون الشعبية مع فرقة الشهباب، أيضا بيكون معنا الفنان طلال اليافعي في وصلة غنائية، وبنتعرف كذلك على الوجبات الظفارية وأيضا العربية والعمانية بالتحديد مع الشيف عباس بيت فرج الله. أقول حوراء سمعتش قاعد تقولين مقصقص، تقولين على الوجبات، مري عندي سمعي كلامي، أنت خلص من البرنامج مري عندنا على الاستوديو وما يصير خاطرك إلا طيب. تسلم عبد الله، بالفعل يعني أنا خاطري بالمقصقص من فترة، وكل مرة أشوف عندك كل ما لذ وطاب، وخاطري بصراحة أني أزورك في الاستوديو عشان فقط أتذوق هذه الأكلات الجميلة والحلوة واللذيذة نفس الشيء. تسلم تسلم عبد الله، ان شاء الله راح نرجع لك مره ثانيه. الموسم زايد 4-5 كيلو بالضبط. صحيح بالضبط. وايضا نرحب بزميلتنا حوراء اللواتيه الحاضره معنا من اكشاك النرجيله وهذه الفواكه الموسميه التي تكون حاضره ايضا في موسم خريف ظفار لهذا العام. اهلا وسهلا بك حوراء ومساءك خير. اهلا وسهلا حوراء، اهلا وسهلا عوض، اهلا وسهلا مشاهدينا الكرام. طبعا دائما لما تروحون عند عبد الله السباح انا اشوف هذا المشلي موجود في الاستديو عنده. اليوم شهاني، قلت اليوم لازم اجي واعيش اجواء هذه الاكشاك اللي موجوده هنا بالتحديد في شاطئ الحافه. انا موجوده حاليا وطبعا يعني المكان زحمه، الكل قاعد يجرب هذه الفواكه اللذيذه. طبعا انا قصيت بنفسي هذا المشلي، طبعا بارد بارد، يعني تبون تبردون على قلبكم عليكم بالمشلي. وطبعا نفس ما تعرفون الفواكه المحليه اللي موجوده هنا في محافظه ظفار. طبعا المستعفل، وصراحه المستعفل وايد لذيذ، انا من محبين المستعفل. نفس الشيء المانجو، وهذا يسمونه التشيكو، نفس الشيء وايد احبه. وفي وايد فواكه هنا، فواكه محليه يعني محاصيل يوميه هذه موجوده هنا. يعني ظفار هي جمال، هي فواكه، هي كل شيء. يعني محافظه ظفار من اجمل المحافظات الموجوده وبالذات في الخريف. يعني في الخريف تستمتع من ناحيه الاكل والاجواء ومن كل شيء. طبعا نفس الشيء الموز، هذا هو الموز الصغير. والموز انا ضروري اجرب معاكم الموز، انا سمعت انه في موز بالحليب اللي هو هذا، يعني حسيت انه جاي اخضر، بس اريد اشوف كيف طعمه من الداخل. لحظه، يعني حوراء وعوض ضروري تمرون وتجربون الموز وتجربون هذا المستعفل وتجربون جميع الفواكه الموجوده. خلوني انا اخذ موضوعي مع لو الموز تجربي لك واحده صفراء نرجع لكم من جديد. نعم حوراء تجربي واحده صفراء، انت خذيتي خضراء. اجرب صفراء؟ ايه خلاص صغير. نصيحة مجربة. أنا بغيت أجرب اللي بالحليب، يعني هي هذه قالوا لي بالحليب حلو فقلت بجرب. يلا بسم الله. بالعافية بالعافية حوراء. حوراء عوض برجع لكم مرة ثانية بعدين. بس نحن بنجيب معانا المقصقص الحوراء ضروري هناك، نرجيل وموز ومقصقص. طبعا يقول لك يعني الشخص لما ينزل محافظ ظفر ضروري مباشرة أول وجهة أكشاك النرجيل عشان يجرب المشلي. إذا أفضل عشان بعد البرنامج بيكون زحمة، فنحن نتفق مع عبد الله وحوراء إنه يكون في لقطة التقاء في مكان يعني يجمعنا كلنا. خلص ولا يهمك، نرحب بزميلنا عبد الله تبوك الحاضر معنا من استديو شاطئ الحافة. أهلا وسهلا بك عبد الله، وكيف هي الأجواء معك هناك؟ اهلا حوراء واهلا عوض واهلا بجميع من يتابعنا في هذه الحلقات المتجدده التي نطل من خلالها عليكم عبر الناس والخريف. حوراء وعوض، انا اشوف العروض تنهال عليكم من عبد الله وحوراء، لكن انا بعطيكم الاصلي بما اني في عوده الماضي وفي شاطئ الحافه، هذا الاستوديو الذي نطل به كما ذكرت عليكم. انا عندي الاصلي، كيف عندي الاصلي حوراء؟ حوراء انا عندي عايد خلف الكاميرا وعايد اعطاني العرض مباشره.
تريد المقصقص عودة الماضي. عبد الله في تيم بعيد وحوراء في الأكشاك، نحن قريب عليكم مسافة 5 دقائق وتوصلوا عندنا. سلام. كل ما لذ وطاب موجود في عودة الماضي والمقصقص الأصلي. خلاص جاي عندك عبد الله تبوك إن شاء الله بعد البرنامج. هو عايد يدعيك بإذن الله. وأيضا عنده قلش، عنده الكعك الثخين جاهز في عودة الماضي. خلاص ولا يهمك، إن شاء الله بنكون حاضرين معكم، بنروح لجبل التين، بنروح لأكشاك النرجيل، وبنيجي عندكم إن شاء الله استديو شاطئ الحافة. شكرا لجميع الزملاء، إن شاء الله راح نرجع لكم من جديد بإذن الله لنتعرف أكثر على فقراتكم وضيوفكم. يعني دائما نحن من خلال برنامج الناس والخريف نشجعكم على زيارة هذه المواقع السياحية والمزارات أيضا التراثية هنا في محافظة ظفار للإطلاع على المعلومة. يعني نحن نحاول أن نحن نمسك كل الخيوط لنظهر لكم بهذه الصورة الجميلة مشاهدينا الأحبة، ولنعرفكم على الكثير من جماليات محافظة ظفار لهذا الموسم في عام 2023. كل التفاصيل هذه في الناس والخريف. هذا خريف وموسم للجمال والكمال، للطبيعة والخير. هذا خريف خير وتفاصيل كثيرة. في المدن ومناطق كثيرة في الخريف تكثر المناسبات. يا بخت من جمع رسيل بالحلال ومبروك للعرسان. هذا واحد من الأعراس اللي يختزل أشياء كثيرة في وقت واحد: الخنجر، الدشداشة، الضيافة، القهوة، الحلوى، والابتسامة والسعادة المعتادة في أي مناسبة مبهجة. ولأنها فرحة فهذا شكل أعراسنا ما يتغير، مستحيل يتغير. صح إنه في أشياء بسيطة تنضاف، لكن الهوية هوية، هي ثابتة ورصينة. وأساساً كيف تتوقع يمر عرس وما في صوت فرحة؟ وفي فن مميز ومختلف، وهذا عادةً ما يقدم إلا إذا حضروا أهل الخبرة فيه. فن الشرح، فن رزين بتكنيك عالي وروح طربية مختلفة. هذه أعراسنا وأفراحنا. وانت زايا ظفار لا تنسى تشاركنا وتشوف كيف نحتفل، ودامت دياركم عامرة بالأفراح والمسرات. نتطلع في أوكيو إلى تسخير طاقاتنا وتدوين قصة نجاح أخرى لمشاريعنا التكاملية، لنمضي بعزيمتنا لإيجاد قيمة جديدة لسلسلة مواردنا الطبيعية. اللحظات، ما هي اللحظات؟ هي انعكاسات ذواتنا، يخمر الحواس وجمال يأسر الوجدان. في كل لحظة أسطورة لا يحدها زمان. تويوتا كراون الجديدة كليا صممت لكل الأجيال. اليوم بنتكلم عن الأرض كثروة مقدرة. الأرض ثروة. الأرض إيش؟ ثروة. الأرض إيش؟ الأرض إيش؟ الأرض إيش؟ ثروة. من هذا المبدأ كانت البداية، تمسكنا بهذه الفكرة أن تعطي الأرض الخير، ونأخذ هذا العطاء على محمل الجد، لنتعامل مع كل مرحلة باحترافية وإتقان. نشيد المستقبل ونتماشى مع حداثة الصناعة. حملنا على عاتقنا المسؤولية وحلقنا في القمة، لننطلق من أرضية تترجم مفاهيم الاستدامة، وحرصنا على إيجاد الخيارات لنفتخر ونفاخر وبكل استحقاق.
ساهمنا في تسجيل رقم قياسي في تصدير الجبس ومشتقاته إلى البعيد. عملنا على تعزيز السوق المحلي ومنافسة العالمي لنكون شريكاً رئيساً في رؤية عمان 2040. الشركات العالمية للمحاجر، من الأرض للحياة. ان شاء الله كثير كليات فاتحه التسجيل حاليا. ايوه صح. زين، ما ناويه تسجلي وتكملي دراستك؟ في نيه لكن قريب ان شاء الله. مريم، مريم، مريم. نعم ابوي. الظاهر موضوع اكمال الدراسه شاغل بالك. الصراحه ايوه. لحظه، ليش تتخيل؟ مع حساب ميثاق للتوفير نساعدك في تحقيق أحلامك. للمزيد من المعلومات زوروا موقعنا الإلكتروني www.mithaq.om. اريد ايس لاتيه كراشد ايس دبل شوت اوت ميلك مع 2 بامب سويت موكا و 1 بامب فانيلا. انضم الى مكاسب واحصل على خصومات لمطاعمك المفضله واكثر. رد الفعل اكبر مع مكاسب. في النقل البري والشحن، أسطول من الحافلات الفاخرة، خدمات على مدار الساعة، وجهات عديدة داخل السلطنة والإمارات واليمن، خدمات فندقية باستراحة الغافتين على طريق صلالة مصدر، نقليات الخليج، شعارنا الأمانة والسلامة. من الشرق منارة العلم تشرق، بضيائها تغزو الفكر بسلاح المعرفة لتعزز روح الإبداع والقيم،
بكلياتها وبرامجها المتميزة التي تواكب متطلبات سوق العمل. كلية الهندسة، كلية الحقوق، كلية إدارة الأعمال، كلية العلوم التطبيقية والصحية، كلية الآداب والعلوم الإنسانية. تطرح برامج الدبلوم، الدبلوم المتقدم، البكالوريوس والماجستير. سجل الآن واحصل على خصومات ومنح تصل إلى 75%. جامعة الشرقية، طريقك للإجادة والريادة. لا تحط دهن عود في الصيف، لا تحط دهن عود في الصيف، هذه من أكثر العبارات اللي نسمعها، لكن النهاية لقيناها. عبد الصمد القرشي كان الحل في دهن عود في الأريا ودهن عود صفيدة المناسب للصيف وللشتاء وللعرب والأجانب. ومجموعة عود القسم من عبد الصمد القرشي أطول شرقية بتوجهات عارف. عبد الصمد القرشي لا تحاتي الجو، تبعك أطرق وبخامر. صحيح، عبد الصمد القرشي سادة العطر الملكي. البناء النفسي أولا والتعليم القائم على المتعة وبناء صورة الذات الإيجابية والانضباط مع الكرامة كانت وما تزال دعائم نجاحنا لتأهيل وتخريج جيل إيجابي يجمع بين أصالة الماضي العريق وجودة الحياة المعاصرة. بالارتباط مع جامعة كامبريدج البريطانية تحت إشراف وزارة التربية والتعليم، مدرسة سمهرم الخاصة بصلالة، ثنائية اللغة، خيارك الأفضل لتأمين مستقبل أبنائك. التسجيل مستمر الآن. كل شيء لذيذ إذا كان مصنوعا من الشوكولاتة، لذلك فيلينيه نصنع الشوكولاتة الخاصة بك بمكونات فاخرة ونمنحها لمسة لذيذة حتى تستحوذ على قلبك بمجرد تذوقها. صنعت لينيل الشوكولا بحب لتضيف السعادة في لحظاتك وتجعلها ذكريات سعيدة لا تنسى. ليني تشوكلت، unlock your happiness. تجمع الفخامة بالطبيعة في أغنية يسكنها الرونق ليفوح من بين طياتها عطرا. قف قليلا في حرم الجمال، ستشعر حينها ما معنى أن تكون فيها. مدرسة الفارابي الخاصة من أعرق المدارس تفتح أبوابها للتسجيل من قلب العاصمة مسقط بجوار دار الأوبرا السلطانية. كادر تعليمي مؤهل، كفاءات وخبرات عالمية، أحدث البرامج المتطورة بنظام كامبريدج التعليمي الدولي. مدرسة الفارابي الخاصة، صرح تعليمي متكامل. ابدأ كل قصة وكلك إصرار. لتسبق الكل، لما هو أبعد، لتكتشف مدينتك على طريقتك، لتتخطى كل العقبات وألا تتوقف أبداً عن الاستكشاف. تويوتا أربن كروزر الجديدة كلياً صممت للمدينة. نتطلع في أوكيو إلى تسخير طاقاتنا
وتدوين قصة نجاح أخرى لمشاريعنا التكاملية، لنمضي بعزيمتنا لإيجاد قيمة جديدة لسلسلة مواردنا الطبيعية. أهلا بكم مجددا مشاهدينا في الناس والخريف في هذه التفاصيل الجميلة بين ثنايا الطبيعة والتراث والسياحة هنا في موسم خريف ظفار 2023. الأجواء اليوم مختلفة حوراء، يمكن المدينة شوي الأجواء وكأنها مشمسة، الجبال والمرتفعات الضباب والرذاذ أيضا. نعم، يمكن محبي التصوير دائما يعشقوا هذه الأجواء المشمسة لأن الرؤية قد تكون واضحة والاختيار أيضا يكون واضح للتصوير ولنشر هذه الصور حتى في مواقع التواصل الاجتماعي، ونحن نحاول بين حين وآخر دائما أن ننقل لكم هذه الجماليات ومفردات الطبيعة من خلال عدسات برنامج الناس والخريف المنتشرة في كل مكان. هناك التقاطات أيضا جوية دائما نستعرضها قبل البدء عموما في برنامج الناس والخريف. إذن سننتقل الآن أيضا للزميلة حوراء اللواتية الحاضرة معنا من أكشاك النرجيل. أهلا وسهلا بك حوراء مرة أخرى ومساءك خير. كيف كانت تجربتك حوراء مع النرجيل وهذه الفواكه الموسمية؟ اهلا وسهلا حوراء مره ثانيه وعوض ومشاهدينا الكرام. طبعا انا حاليا دوروني كل ساعه قاعده اجرب شيء، الحين وصلت عند التشيكو والمستعفل وابي اجرب الزيتون، تعالوا معي خلونا نقصهم ونشوف الطعم. طبعا ممكن هذا كت هذا ايوه خلوني الحين عطيته يقص لي المستعفل والتشيكو والزيتون. طبعا نفس ما خبرتكم كلها فواكه محليه، انا من ساعه لحد الحين حرفيا جربت كل شيء. حوراء وعوض اقول لكم بعد الحلقه ضروري تيون تجربون لان ما شاء الله المكان جدا زحمه والكل يعني واقف وياكل هذيك الساعه. فنفس الشيء الموز والفيفاي، طبعا هذه فاكهه الفيفاي نفس ما تشوفون في منها اصفر وفي منها الاخضر اللي يكون ناضج. فنفس الشيء في اريد ارويكم، تعالوا معي خلوني ارويكم هذا الزيت. هذا هو زيت النارجيل. طبعا هذا الزيت زين حق الاكل، يعني هو زيت مره طبيعي 100% حق الاكل، ونفس الشيء حق البنات حق الشعر، فوايد حلو هذا الزيت. وطبعا هذا هو اليوم حلقتي، انا موجوده في اكشاك الشاطي الحافه ومستمتعه في هذه الاجواء الجميله، وان شاء الله نلتقي غدا ونشوف وش راح تكون تجربتي. جميل، شكرا لك يا زميلة حوراء اللواتية الحاضرة معنا من أكشاك النرجيل. تقريبا هذه الأكشاك تكون مفتوحة من أول الصباح إلى تقريبا صباح الآخر اليوم، وهي طبعا على مدى العام ولكن تكثر عليها الحركة خلال موسم الخريف، ومثل ما شفنا مع حوراء منتجات محلية طبيعية، يمكن زيت النرجيل منتج مستخدم فيه النرجيل المحلي ومنتج يعتبر حديث في السوق، وطبعا استغلال دائما مكونات طبيعة
لإنتاج هكذا مكونات طبيعية. أحد هذه المفردات الموجودة في محافظة ظفار اللبان الذي يعود تاريخه واستخداماته أيضا من خلال التجارة إلى أكثر من 4000 قبل الميلاد. كثير من الحضارات القديمة كانت تستخدم هذا اللبان. هناك موانئ ما زالت شاهدة، البليد وسمهرم، على أصالة وعراقة تاريخ اللبان، حيث كانت بمثابة أماكن وموانئ التبادل التجاري لهذه السلعة الغالية في ذلك الزمان وإلى الآن. منتجات كثيرة ومحاولات من الشباب دائما لاستغلال هذه الموارد الطبيعية للخروج هكذا بمنتجات حديثة وجديدة. معكم مشاهدينا نرحب بضيفنا في الاستوديو محمد بن سعيد الشنفري، صاحب منتجات اللبان الطبيعية. أهلا بك محمد، ونقول بعطر اللبان وبمنتجات اللبان. مرحبا وسهلا، شكرا على الاستضافة، وأنا سعيد أن أكون في الاستوديو معكم. أهلا وسهلا بك محمد. يعني نحن دائما وبعض الأحيان المتابعين يوصونا أن نجيب اللبان من محافظة ظفار بالتحديد، لأنها هي تشتهر بهذا المنتج وهي أرض اللبان. في البداية خلينا نتحدث عن فكرة مشروع. بدأت فكرة المشروع من شغف بشجرة اللبان وبيئة اللبان والعمل البيئي، وكان عندي طموح أني أبدأ مشروع متخصص وأوصل منتجات بمستوى عالمي. قررت في 2019 أني أتفرغ تماما للمشروع، وأسست واخترنا الاسم منتجات اللبان الطبيعية، تعكس هوية المنتج وطريقة أو طريقة تقديم المنتج أنها تكون منتجات طبيعية 100%. وبدأنا والحمد لله وصلنا إلى مستوى جيد. يمكن أخي محمد استخدامات اللبان عديدة ومختلفة، ومجال إنتاج منتجات واسع جدا، بدءا في كل المجالات الطبية وصحية وتجميلية، وأيضا كانت تستخدم في كثير من الأماكن على مر التاريخ. يمكن أنت بدأت كما ذكرت في 2019 الفكرة بمنتجات، وأكيد الفكرة في التوسع إلى الأكثر. نعم، بدأنا المشروع في فكرة استخلاص مادة طبيعية تدخل في صناعة أخرى اللي هي تساعد الصناع الآخرين في مستحضرات التجميل والعطور، وتكون محتواها طبيعي من اللبان العماني. اللبان العماني منذ آلاف السنين كان طلب كبير عليه، وأثبت العلم الحالي أنه اللبان العماني له خصائص فريدة عن شبيهات من الأنواع الأخرى في العالم. فمن هذه النقطة بدينا ننطلق أنه كيف نطلع مستخلصات طبيعية ممكن تستخدم بشكل واسع في صناعات مستحضرات التجميل والعطور وحتى بعض الصناعات الدوائية. نعم، يعني هناك أنواع مختلفة من أنواع اللبان، والبعض يبحث عن أجود وأفضل أنواع اللبان العماني. طيب، أنا أتحدث هنا عن مراحل صناعة هذه المنتجات، كيف تتم بالضبط؟ الآن المكون الرئيسي هو اللبان العماني، ولكن هل في مكونات أخرى تدخل أيضا في صناعة هذه المنتجات؟ المرحلة الأولى من استخلاص المستخلصات الرئيسية طبعا هي من اللبان العماني فقط. المسميات الموجودة في الأسواق تسمى اللبان على حسب المناطق المعروفة قديما، اللي هي مناطق الوديان بمسمياتها تقلب اللبان وتكسب اسم المنطقة. نعم، نحن كصناع نختار بعض المناطق ونبدأ بجمعها من الحرفيين وتحويلها إلى صناعات تحويلية. نعم، معتمدة وغير أي إضافات، تكتسب الصفة لمنتجات طبيعية. طبعا كلها تخضع إلى نوع من الفحوصات والاعتمادات، وطبعا تظهر أي مواد إضافية تظهر في الاختبارات. نعم، طبعا المصانع الدولية والمختبرات الصناعات الأخرى مثل صناعات مستحضرات التجميل طبعا يقدروا يكشفوا إذا كانت المستخلصات
فيها مواد مضافة أو أنها نقية غير طبيعية. نعم. تذكرنا بعض المنتجات واستخداماتها اللي أنتم الآن قائمين على إنتاجها. نعم. بدأنا باستخلاص زيت اللبان الطبيعي وماء اللبان المقطر، هي المادة الأساسية التي تدخل في صناعة أخرى، وتوسعنا فكرنا نقرب بعض المنتجات التحويلية في العناية بالبشرة أو المستحضرات الأخرى. بدأنا بالصابون، طورناها في تركيا ببعض الخلطات الخاصة، بدأنا بست أصناف من اللبان الطبيعي من اللبان العماني، ونجحنا في هذا المنتج، وقطعنا شوط طيب وعليه إقبال كبير من السياح والناس الزائرين، وتوسعنا بشكل بسيط، اتجهنا مع الحرفيين نفسي نروج إلى عسل اللبان. نعم. وبدأنا بالترويج إلى عسل اللبان ليكون طبيعي 100% ومن براند موثوق، وبدأنا هذه الخطوات الحمد لله ومستمرين، وعندنا مجموعة من المنتجات الابتكارية ناويين إن شاء الله ندشنها على العام القادم تكون طبيعية 100% من خلاصات اللبان. جميل. يعني قبل قليل كنا نتحدث عن النرجيل وهذا المكون ممكن يعني يستفيد البعض منه للشعر في الأكل وأيضا اللبان، هنا نتحدث عن أهمية الاستفادة من ثروات الأرض. نعم طبعا اللبان ثروة كبيرة لكل سلطنة عمان. نعم. تعتبر فيها عائد اقتصادي كبير وفيها فرص كبيرة حتى رواد الأعمال إنه كيف يبدعوا في الصناعات التحويلية مثلها مثل المنتجات الأخرى النارجيل وغيرها، وفيها مجال واسع من الصناعات التحويلية والطبية ومستحضرات التجميل والعطور، وكثير من الشركات موجودة من محافظة ظفار وحتى من السلطنة بشكل عام نجحوا نجاح كبير بالصناعة التحويلية وأصبح لهم براندات على مستوى العالم. يعني جميل. محمد، يمكن نقول الإقبال على مدار العام يكثر خلال موسم الخريف، حضوركم أنتم أيضا يمكن كانت لكم مشاركة خارجية أيضا لتوصيل هذه المنتجات إلى الخارج. نعم، تعاونت وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار مع منظمة الوايبو، وشاركنا في معرض بجنيف الفترة الماضية، وكان الهدف من أن تسجيل اللبان كمنطقة جغرافية على مستوى العالم، وهذا إن شاء الله بتساعد كثير من رواد الأعمال وبتكون نقلة نوعية كبيرة للصناع. جميل. نحن شاكرين وجودك اليوم معنا في برنامج الناس والخريف، شكرا لك الفاضل. شكرا. محمد بن سعيد الشنفري صاحب مشروع منتجات اللبان الطبيعية. شكرا جزيلا. شكرا لكم. إذن مشاهدينا الأحباء نستمر معكم في هذه المساحات المختلفة، طقس معتدل، تألق الطبيعة، اخضرار الأرض، بهجة وسرور في محافظة ظفار، يعني أجواء أعتقد أيضا عبد الله السباح مختلفة هذه المرة. نعود لعبد الله وأجوائه المختلفة. أهلا عند الرزحة. أهلا يا عبد الله. استعداد الفرقة، وذكرنا في البداية أنه موجودة فرقة لتقديم مجموعة من الفنون العمانية المغناة. هذه المشاركات التي تأتي لخريف ظفار من كل ولايات ومحافظات سلطنة عمان، يبدو أنه الأخوة يستعدون في الفرقة لتقديم بعض من فنون العمانية كما ذكرنا. هذه المشاركات وتواجد هذه الفنون هي بالتأكيد لإيصال والحفاظ على هذا التراث وهذه الثقافة العمانية الأصيلة. نعم، وأيضا معنا عوض في فقرة أماكن أن زميل محمد سليمي يتجول في أماكن وبيئات مختلفة هنا في محافظة ظفار لنتعرف عليها عن قرب، وهذه المرة بنروح إلى أماكن، كونوا معنا.
لما توصل الى الموقع اول شيء تسويه تحط الكريم اللي هو طارد للبعوض لانه الايرنوت منتشره في الوادي. اليوم احنا رحلتنا في فقرة اماكن رحلة استكشاف في وادي غيض الى عين انسارته. هذه طبعا العين الناس كلها تعرفها عين غيض، لكن هي مش عين غيض، اسم الوادي هو وادي غيض لكن اسم العين هو عين انسارته. بس احنا راح نسلك مسار مختلف غير المسار اللي تعرفه الناس، الناس تعرف المسار الطبيعي اللي يكون من اسفل الوادي الى العين، لكن احنا خذينا مسار مختلف اخر من قمة مرتفعة هنا تطلع على الوادي وراح نوصل الى العين ان شاء الله باذن الله تعالى. المسار الاول او الطبيعي الناس تسلكوه هو عن طريق الوادي، الدخول في الوادي والى الوصول الى العين. اما بالنسبة لهذا الطريق هو كان وعر يعني شديد الوعور، لكن بواسطة فريق سواعة الخير يعني نفذوا هذا العمل واختصروا كثير من الصعوبة حتى وصلوا إلى العين المائية. السير في 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 هذا المسار الميزة اللي فيه إنه يعطيك إطلالة كاملة على الوادي، عكس السير في بطن الوادي ما يعطيك نفس المناظر. شوف خلي الصورة بس تروح وتشوف المنظر الوادي من الأعلى ولا أروع، حتى الشلالات تشوفها بعد من الأعلى من هذا المكان، ومستمرين في نفس المسار. يعني تخيلوا هذا الطريق كيف كان قبل ما يتم تمهيده بهذا الشكل، أكيد طريق صعب، لكن جزاهم الله خير سواعد الخير، فريق سواعد الخير تطوعي اللي قاموا بعمل هذا الطريق. شوفوا هذه طبعا كلها جهود شباب هنا في 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 شوفوا 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 هذه الصخور اللي عملوها وهذه الحواجز، ما شاء الله عليهم الشباب يعطيهم العافيه. فريق سواد الخير يعني استمروا في هذا الموقع، لو تشوف الزاويه هذه 15 يوم في هذه الزاويه بس، لو تشوف هذه الزاويه حتى بس يعدلوها لانها واقع على منحنى عند المصور. هذه سحبوها من هنا سحب عن طريق السلاسل، هذه الحجاره ايوه هذه الحجاره سحبوها ما شاء الله. الآن احنا قربنا على الوادي، وادي غيض. هذا الموقع يعتبر آخر موقع نزول، نزول بسيط ومن ثم نصل إلى أسفل الوادي. هذا مصور صورنا ناصر كمياني، وتحت هناك أحمد الحوقاري يصور وأنا أصور، كله بس عشان طلع جماليات هذا المكان. شفتوا الأشجار اللي هناك، الفراغ اللي بين الأشجار هذاك هو بداية أو الطريق. تخيلوا أنت تصعد من هذاك الطريق حتى توصل إلى هذا المكان. هذا هو المسار اللي الناس تعرفه، هذا المسار اللي يودي إلى العين. شوفوا هذه أثار البشر، لازم تحصلها وين ما تروح. أنا أعرف ليش يعني الواحد إيش مشكلته لو شال الأوساخ البسيطة هذه معاه. الآن بنعبر هذا المجرى الماي إلى الضفة الأخرى. حياكم الله يا شباب، يا مرحبا وسهلا. هذه هي عين أنسارته، هذه البحيرة الطبيعية في هذا المكان في هذا العين. ما شاء الله
والله بأمانة منظر جميل ومنظر أكثر من رائع، لكن احنا والله ما ننصح أي شخص يسبح في مثل هذه البرك، لأنه مهما شفتوا الماء نقي والماء صافي والماء مغري فظل الخطورة موجودة في مثل هذه الأماكن الطبيعية. عدنا معكم مشاهدينا في أماكن كانت محطتنا في عين صريتة مع محمد سليمي، وأماكن كثيرة هنا على امتداد محافظة ظفار في جبالها ووديانها، أماكن رائعة تستحق الزيارة والتوثيق، وذكر من خلال محطته الحفاظ دائما على النظافة والسلامة لكم جميعا. تفاصيل كثيرة ومحطات في الناس والخريف، نعود لزميلنا عبد الله السباح هناك في استديوهات وزارة الإعلام في جبل تين، وما سيقدم لنا من الفنون مع فرقة الشهباء. عبد الله نعود لك. يا مرحبا عوض، ويا مرحبا حوراء، وتحية مجددا لكل جمهورنا الكريم ومتابعينا عبر شاشة تلفزيون سلطنة عمان. اليوم منورتنا فرقة الشهباء للفنون الشعبية، وبيقدمونا مجموعة من اللوحات الفنية. أنا معي نوفل والأعضاء هذه الفرقة الرائعة اللي لهم الشكر والتقدير بتلبية هذه الدعوة. نقول والمسلمين كبر الله. ما نخلف السيرة والنظام يا دير تضفى ما نعودك، ما نخلف السيرة والنظام شيخة من أولك، دارين عزيزة وأهل الكرام، دارين عزيزة وأهل الكرام، يا دار تظفر ما نعودك، ما نخلف السيرة والنظام.
احسنت. يا المسلمين كبل الله، اسود اولاد الاسود، اسود بحر طام، اسود حجر صام، اسود سيل عام، اسود معروفين، اسود رجال السيف، اسود اهل الضيف، اسود اهل الكرم، والملك لله. ايوه سمت بالمولى العظيم الواحد الرب الرحيم، محيي كل عظم رميم، الرزاق بيدن النعم، ايوه رازق جميع العباد بالعدل يجري بالوكاد، ما حد ينقص او يزاد، وكل واحد رزقه يعم، يواب الكل في بر وبحر، انعام كانت او بشر، ارزاقهم ما تنحصر، تنزل عليهم كديا، تنزل بقدرة ربنا يلي جعلها عماننا، نعم بخيرات وهنا من دعوة الخير الأمم، أيواب من دعوة أصحاب وصلوا عبدا وقيفر أمنوا، وبرسالته هم رحبوا أهل العدالة والشيم، أيواب أهل الوفا بعد وعتاد نورا تشعشع في البلاد، عم الفرح والعدل ساد، وزاد الفرح دار الكرام، أيواب وزاد الأمن عهد الهمام، كل شيء يمشي بانتظام، من مطلع السبعين قام لين أصبحت فوق القمم، بلا نصبحت دار النصر تحيي تواريخ السير، في ظل هيثم اعتمر مجد العدالة مرتسم، أيواب مجد المعزة واليقين والشعب في أمره طايعين، عيد الوطن طول السنين ونردد الفرح بنغم، ونردد أهازيق السرور، عهدنا ذا عهد نور، نمشي على راي وشور، هيثم لقاد الحكم، أيواب هيثم صانع كل جديد، وبالعيد الوطن المجيد والشعب يحصد كل مفيد، ومن حكمته زاد العطاء، من حكمته زاد العطاء، وفعماننا عم الرخاء، والخاتمة وحد الدعاء، يا من سمع ذي القول تم، ايه والمسلمين كبر الله. احسنت احسنت احسنت، بارك الله فيكم. عبد الله حياك، يا مرحبا، يعطيك العافية، وسعيد ما قصرتوا، يعطيك العافية، حياك الله يا عبد الله، تفضل، حياكم الله، حياكم، يا مرحبا يا مرحبا، انا بس اخلي السيف، حياكم حياكم حياكم. طلال شو اخبارك؟ ان شاء الله بخير. حياكم يا مرحبا، حياك الله يا مرحبا، الله يسلمكم. بعد اذنك في ميكروفون جنبك سعيد. ايوه الما ما في، حياك الله حياك الله حياك، بس خلاص تفضل، جزاك الله يعطيكم العافية، يا مرحبا، الله يسلمك ويعافيك، حياكم الله وزارتنا البركة. شو أخباركم؟ إن شاء الله طيبين ونورتونا وأسعدتونا. عبد الله بس خلينا أبدأ معك شوية ب عبد الله بن سعيد العنقودي، نعم، وسعيد بن سلام المنذري رئيس فرقة الشهباء للفنون الشعبية. خليني ابدا معك عبد الله، بس في البدايه عطني عطني الميكروفون، نعيم نعيم جيب جيب عطني، شكرا.
تفضل. عندك عبد الله. عطني في البداية كذا، أنتم الفرقة من متى تأسست؟ احنا بالنسبة لفرقة الشهباء طبعا تأسست من عام 2009. نعم. والحمد لله رب العالمين. من 2009 تأسست فرقة الشهباء، وطبعا كانت تحت تعمل رسميا تحت مظلة وزارة التراث قبل سابقا، والآن طبعا تحت وزارة مظلة وزارة الثقافة والرياضة والشباب. نعم. والحمد لله رب العالمين، وقاطعين مشوارنا من تذكر. الله يعطيكم العافية. الله يعطيكم العافية، نورتوا استديو جبلتين في برنامج الناس والخريف. عبد الله، الفنون اللي تشتهر فيه الفرقة ايش تقدمون؟ والله احنا الفرقة تشتهر بفن الرزحة. نعم. وفن العازي. فن الرزحة وفن العازي، هل اللي قدمناه اليوم ان شاء الله؟ نعم، اللي شافوه المشاهدين. يعطيكم العافية. انا احب بعد كذلك اقدم تحية لراعي العازي محمد بن سعيد الكندي، اللي ما شاء الله تبارك الله صوته الجميل، وهذا اللي يميز فن العازي، انه لازم يتمتع اللي يقدم العازي بالصوت الجميل وايضا الحفظ. اكيد اكيد اكيد، هذا هذا من المميزات اللي هو رجل العازي. نعم. يعني يكون حافظ للشعر، حافظ للعازي، وحتى اداؤه يكون اداؤه. نعم. يعني مميز ومستصاغ من قبل الناس، سواء كان الحاضرين او حتى المشاهدين نفسهم. الله يعطيكم العافيه. عموما نورتونا، النور نورتونا، واسعدتونا بهذا الحضور، واجدد شكري لقبولكم دعوتنا، واتمنى لكم ان شاء الله كل التوفيق باذن الله. بالعكس، احنا نعتبر تشريف وجودنا معاكم في الاستوديو، واحنا كذلك نفس الشيء يعني مشاركين هنا في صلاله. نعم. يعني في اكثر من فعاليه، في اكثر من فعاليه. نعم. حقيقه، ولو ان الفتره بسيطه، لكن نتمناها. نعم. ان الطول ان شاء الله الطول، لكن ان شاء الله نتمنى يكون في مشاركات قادمه باذن الله. وكذلك الفرقه تحظى كذلك بوجود يعني في اماكن، في فعاليات اخرى. نعم. مختلفه، سواء كان في عمان حتى طموح ان يكون خارج ان شاء الله باذن الله الكريم. ان شاء الله. عموما نورتونا وسرتونا. نور نوركم. جزاكم الله خير. يعطيكم العافيه وما قصرتوا. شكرا يا استاذ عبد الله، بارك الله فيك. يا مرحبا. شكرا اخوي عبد الله، حياك الله. تفضل. يا مرحبا. جزاكم الله، حياكم الله. ويا مرحبا بكل متابعينا ومشاهدينا اللي يتابعونا من خلال برنامج الناس والخريف. وفي نفس الوقت أحب أذكر بالنسبة للمشاهدين الكرام أن دائما من خلال برنامجنا هناك مسابقة اللي يحب يشاركنا على كلمة خريف، والتواصل عبر هذه المسابقة للمشاركة بالجوائز اليومية اللي هي 100 ريال أو السحب الأسبوع على 400 ريال أو السحب على السيارة الأولى والثانية اللي هي 11-8-31-8. ما عليكم الإرسال كلمة خريف إلى الرقم الآتي 90-458، والفال الفوز للجميع بإذن الله، زي ما هو الظاهر الرقم بشكل دائم من خلال برنامج الناس والخريف. وزي ما عودناكم كذلك من خلال البرنامج دائما تكون في محطة فنية، طبعا بعد التحية والتقدير لفرقة الشهباء ضيفنا العزيز طلال اليافعي، هذا الفنان الجميل صاحب الحس المبدع، وأيضا يتميز كذلك بروحه الرائعة، إن كان على خشبة مسرح أو من خلال تسجيل أو طلة تلفزيونية. طلال، شو أخبارك؟ الله يسلمك. الحمد لله على السلامة. الله يسلمك. قالوا عانيت في الزحمة شوي. والله شوي طريق زحمة. إي ما شاء الله، هذه الفترة زيادة عدد السياح على المحافظة، وهذا شيء يبشر بالخير، أن الكل مستمتع، الكل سعيد. طلال، مشوارك الفني وين وصلت؟ إيش المحطات اللي قدمتها؟ والله أول شيء أشكركم على هذه الدعوة. واجب الله يخليك. وجزاكم الله خير، شريف لي حضوري معكم. تسلم. بدايات كانت يعني من 2004 2003 هكذا. في أغنية أذكر هي اللي كانت منها الانطلاقة الأولى. نعم. في 2004 تقريبا. اللي هي أقول باكر بيتعدل. نعم. من كلمات شاعر، من كلمات والحان مستهيل جابوه شاعرنا. ما شاء الله، قدم له تحية. وكل تحية لشاعرنا مستهيل. أكيد. زين، أنا أعرف ما شاء الله صار الحين على مستوى المحافظة وخاصة من قبل الفنان مثلك وشروات، صار في توأمة بينه وبين شاعر أو بينه وبين ملحن أو بينه وبين فنان دائما، من توأمك نقدر نقول الفني؟ والله أنا بديت مع يعني مستهيل جعبوب شاعر. نعم. مستهيل، وايضا نقدم له تحية كضيف معنا عزيز، هو شاعر غني عن التعريف يعني. نعم. ايضا كثير من الشعراء محطات. نعم. يعني تعاملت مع مجموعه من الشعراء. نعم. من ضمنهم الشعراء الكبار ايضا محمد احمد دعاس المعشني. نعم. قدم له تحيه الشاعر سالم كبير. الشاعر سالم بخيت ابو قيس، والنعم فيهم جميعا. انت وصلت الى وصلت للسحاب انت. اكيد هذول ما شاء الله اعلام. نعم. يعني
وعامر العوايد ومجموعه مجموعه كلهم طارش قطن وكثير يعني، ويسمحون اللي ما ذكرنا اسمهم يعني يمكن ما تحضرنا كثير من الاسماء، يستاهلون كلهم التحيه والتقدير. قدمنا ولازلنا في، وان شاء الله مستمرين في تقديم كل ما هو جديد ان شاء الله. زين، اعرف في عمل حديث سويته انت وهيثم المعشري، كان انا وهيثم الفنان هيثم ايضا والفنان حمزه كشوب فنان شاب، ومن كلمات شعرنا الكبير سالم بخيت المعشني ابو قيس، والحان الملحن والفنان سعيد برعيقام المعشني، نوجه لهم كل التحيه، يستاهلون كل التحيه والتقدير. كان عمل مشترك. انت تحب الاعمال الفرديه ولا تحب الاعمال المشتركه يعني؟ والله هي زين الواحد ينوع يعني، تنويع زين، وزين الاعمال الفرديه سي في للفنان. نعم. ايضا زين، بعد اذنك انا بس احب دائما اشكر كل اللي يقدمون لنا الفواله، احنا بشكل يومي دائما فواله مشاوي عباس يقدمون لنا الفواكه اللي نقدر نقول المحليه، بالاضافه اليوم يعني مشاوي عباس مقدمين لنا وجبه كذلك لضيوفنا، دائما احنا نقول هذه فوالتكم ترى لاي ضيف يوجد عندنا هذه فواله الضيوف، بالاضافه الى الحلوى العمانيه اللي دائما حاضره حلوى السيف اللي لهم التحيه والتقدير من خلال برنامجنا ومشكورين كثير. اليوم حاولنا من خلال البرنامج ان نعطيكم اكثر من نكهه، بيكون عندنا طرب، عندنا الفنون الشعبيه، وايضا بيكون عندنا جانب بما يخص هذا زي ما تلاحظون هذه فوالتنا اليوم عامره ما شاء الله. انا اقول حق حوراء وعوض ان شاء الله بعدين تمروا علينا داخل الاستوديو، ترى الخير واجد. برجع مره ثانيه عندك، وبالنسبه للمسرح تسجيل او تصوير اقربهم بالنسبه لك طلال ايش؟ والله انا اميل حقيقه يعني في نفسي للمسرح، اكثر تفاعل الجمهور. تفاعل الجمهور ايضا يعني اكيد كل فنان له احيانا طقوس معينه واجواء معينه يميل لها، فالاقرب هي المسرح بالنسبه لي انا. ايش رايك تسمعنا شيء؟ بما انك انت قلت مسرح وجمهور والجمهور اكيد بيشتاك. اكيد احنا الجمهور نعطيه عيوننا يعني. تفضل، سلم لي عيونك. Thank you.
صفحة ودينا بخلي ورتني شلال يا معيان دربات وانده الأطلال وطير المعلي من بلا بالهال حول العاطفات. الله 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 يسلم لي حسك يسلم لي حسك. أنا زين على مستواك الشخصي أنت فترة الخريف إيش تسوي؟ والله غير الغنى والطرب يعني طلعات شباب ورحايل لك في الطبخ والسواله؟ لا انا متذوق ها بس متذوق بعيد مني. اليوم كذلك بحضور ضيفنا الفنان الجميل النجم طلال اليافعي ايضا بيكون معاي الشيف عباس بيت فرج الله. يا مرحبا فيك يا هلا يا هلا يا هلا. اليوم ما لذ وطاب ونغم جميل يا حي الله. حياك الله يا عباس. الله يحييك. يا مرحبا اهلا وسهلا. حي سهلا. يا هلا هلا حبيبي. سهلا بالفنان الكبير. الله يخليك تسلم. هنا هنا الفنان مو انا. لا حياك الله تفضل. الله يحييك. يا مرحبا تسلم. كيف صحتك؟ حياك الله عباس تفضل تفضل. انا قلت خليك تجلس معانا نسمع النغم الجميل اكيد وبعدين بنتكلم عن فوالتك العزيز اللي دائما تنورنا في الاستوديو ان شاء الله. الجمهور ترى طالبين من عندي اشياء كثيره طلال. ايش بتسمعنا الحين؟ قالوا لا تتكلم مع طلال خليه يغني. ان شاء الله نسمع. سلم لي حسك. الله يسلمك استاذ عبد الله. نحن نعطيكم كل ما نقدر. تسلم يا حبيبي. تسلم لي عيونك. تسلم لي عيونك. في العطاء ان شاء الله. يلا حلو. حصل بينك وبيني جازي عيوني زين التواصل يا عيوني لك عيوني وان شي حصل بينك وبيني جازي عيوني والقلب شلاه
عاش الليالي طوال لو بيدي بوعدي كنت انزعك من فؤادي ما كنت رايح وغادي واسر الليالي طوال واسر الليالي طوال عذب طابعك حالة ودك كل المالا عرض طابع بحالة ودك كل المالا لو يا قديب وعادي كنت انزعك من فؤادي ما كنت رايح وغادي واسر الليالي طوال وعرض طابع طلال ورحمة الله على أبو هشام الفنان القدير سالم بن علي سعيد واحدة من أجمل أغانيه طلال أحييك بصراحة على الأداء وأنك ذكرتنا واحدة من الأغاني الخالدة في نفوسنا الكل ترت أبو هشام الله يرحمه يعني الله يرحمه ويغفر له له الفضل الكبير في الوسط الفني وفي احتضان أيضا الكثير والعديد من الفنانين نعم صراحة الله يرحمه فشيء قليل لما نذكره يعني نعم يستحق 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 التقدير بالفعل هو واحد من نقدر نقول قمم الفن في السلطنة أكيد يعني رحمة الله عليه والله يغفر له وإن شاء الله دائما فيكم الخير والبركة إن شاء الله فيكم تكملون هذه المسيرة في استرجاع مثل هذه الفنون إن شاء الله الله يعطيك العافية تسلم لي على الحس الله يسلمك أنا عندي بس يعني تفضل رسالة من فنان عماني نعم إلى الجهات المعنية اللي هو لمن محب لمن يحب لمن يحب الا هو الدكتور احمد الغساني نعم رئيس بلديه ظفار جزاه الله خير هو داعم يعني دائما للشباب ومحتضن للمواهب والشباب فرسالتي انا وسؤال هو عباره عن سؤال يعني نعم ليش الفنان العماني ما يتواجد وليش يتم استبعاده من مسرح المرور ما نقول استبعاده يمكن نشوف الحين اني انا فهمت أنا سؤال من هذا الاسبوع بدات الحفلات وان شاء الله تكون لكم طله مميزه أنا أتحدث جزاكم الله خير نعم. أنا أتحدث بإسمي يعني وأيضا للشباب الفنانين الموجودين حاليا نعم. لأنه نعم. في حراك فني نعم. كبير في المحافظة وأنا أتمنى يعني لفت النظر لهذا إن شاء الله. للفنانين وأيضا إن شاء الله. احتضان المواهب إن شاء الله. وتنمية المواهب يعني نعم. والعازفين الملحنين أيضا الفنانين المطربين نعم. فهو جزا الله خير أنت تستحق الكثير ومثلك وشروعك تستحقون الكثير ورسالتك وصلت الله يسلمك بإذن الله يسلمك. الله يسلمك خلينا الحين بعد إذنك بنعيش كذلك زين مع عباس كيف؟ أكيد شوفوا عباس للعلم ترى على فكرة أول مرة يطلع في لقاء يعني أنا بالنسبة لي هذا سبق صحفي عباس أنت هاوي ولا شيف متخصص نقدر نقول هاوي يعني يشوفوا عباس بشكل يومي تقريبا يجيب لنا هذا الفواكه ترى ويسوي لنا فيها اشكال وحركات بالاضافه اليوم قال انا وجبه الغداء بس خلينا اعرف انت متخصص في ايش بالضبط انا متخصص في المشاوي الأكثر. مشاوي اكثر أيوة. اشوف ما شاء الله الصينيه كلها مشاوي اي نعم زين وايش نوعيه المشاوي اللي تقدمها يعني المشاكيك الكباب الدقاق على الفحم نعم عندك بعد الفواكه في جانب الفواكه بعد نفس الشيء الحين دخلنا في هذا الجانب يعني انت تخصص مشاوي وفواكه أيوة. بالنسبه للفواكه كيف التشكيلات من وين تستوحيها يعني والله نحن كذا نبتكر كل مره نبتكر شيء اشكال جديده وكذا نعم. على حسب الافكار اللي تجينا يعني نعم. نحط كذا افكار جديده كل يوم كذا يعني وكل مره تبدع انت ايوه كذا زين يعني. ايش الفواكه السهله التشكيل اقدر اقول سهلة التشكيل يعني والله نحن بالنسبة لنا الحين سهل هاي كل الأشكال اللي سهل. أيوة يعني سهلة هذا الحين نقدر نجهزها مثلا تقول في
اقل من 10 دقائق. اه ما شاء الله تبارك الله. أيوة. زي غير المشاوي في وجبات شعبيه مثلا تقدمونها للناس؟ اكيد. مثل ايش؟ يعني الهريس نقدم الهريس، نقدم ما اعرف اذا بتعرف المعجين. احنا ايوه عارف المعجين، كيف اعرف المعجين؟ زين غير المعجين؟ ايوه في المعجين نقدمه بعد الثريد. الثريد ايوه هذه الاشياء، لكن هذا نستخدمهن في البوفيهات اكثر شيء. لانه نحن عندنا البوفيهات بعد نفس الشيء. نعم. قد عندكم خدمه البوفيه؟ ايوه اكيد. طلال ايش تفضل انت؟ معجين ها؟ اذا ابل ولا بقر اكثر؟ نحن كله يعني. كله ها؟ كله بس يجي. بس يجي ومالي. يعطيك العافيه يا عبد الله. الله يعافيك. ما قصرت مره ثانيه، اشكرك كثير انك طلعت معانا في هذه الطله الجميله، واتمنى لك التوفيق ان شاء الله في مسيرتك. ان شاء الله. امين. تسلم لي والله. فناننا العزيز زي ما عيشتنا هذه الاجواء احمد، اي اغنيه احمد جعبوب كانت في بالك؟ سامعين السامعين هذه قصدناها نحن. ايه بجهود يعني الشباب وايضا من كلمات شاعر كبير محمد. نعم. احمد دعاس المعجمي. نعم. قدم له التحيه، كل التحيه والاحترام، وايضا مسلم تبوك كان مخرج وعبد الحكيم قطن مدير تصوير فيها. وقصدناها في صرب، كنا في 2019 في قبقات وعدة مواقع. ممتاز. هي كانت في عشان بس ابين لك ان لك جمهور ترى ومحبين. الله يسلمك، هذا على راسي والله. يلا نسمع، تفضل اسمع شيء منها ان شاء الله. ارتمى ظل الجبل حل من يسار ومن يمينا، لا كسول ولا عقل، إنما يمشي المهل ومن نفات الكنينة. وسامعين السامعين، سامعين السامعين، سامعين السامعين، سامعين السامعين، سامعين السامعين، سامعين السامعين. وانت يا داعي الغرام اعتلي مثل الغمام، وارتوي شوق وحنين، واعتني برد السلام وممتدح زاهي القوام، النقي من كل شينا. وسامعين السامعين، سامعين السامعين، سامعين السامعين، سامعين السامعين، سامعين السامعين، سامعين السامعين. الله 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 الله. يسلم لي حسك يا طلال، انت فنان مو فنان، انت نجم عزيز وغالي. الله يعطيك العافيه. ايضا بدورنا مشاهدينا الكرام اقول لكم ترى بشكل يومي عندنا السحب على 100 ريال، ايضا عندنا بشكل اسبوعي كل يوم سحب على 400 ريال، وعندنا تاريخ 11/8 السياره الاولى، و 31/8 السياره الثانيه. نشوف مين بيفوز معنا في حلقه الليله ونقول الف الف مبروك على ال 100 ريال. هذا الرقم يظهر على الشاشه، مجموعه من الارقام اللي رسلت لنا كلمه خريف على الرقم الخاص بالبرنامج اللي هو 90458. مين سعيد الحظ في حلقه الليله؟ اذا صاحب الرقم 92436764، 92436764. ألف ألف مبروك لصاحب الحظ السعيد اللي فاز معانا في حلقة اليوم بجائزة قيمتها 100 ريال، وألف ألف مبروك. أنا للحين ترى أقول الليلة متأثر بأجواء رمضان لما كان برنامج المسابقات، ولكن حلقة اليوم اللي فاز معانا نقول ألف مبروك عليك ال 100 ريال. ضيوف الأعزاء ما قصرت يا عباس، نورتنا وأسعدتنا، وطلال يعطيك العافية. الله يعافيك. تحية لمشاهدينا ومتابعينا في كل مكان. عوض وحوراء اليوم حلقتنا بما يخص فقرة استوديو جبل أتين تقريبا احنا وصلنا للختام، الكلمة لكم، وإذا في شيء صغيرون كذا تسمعني. أنا بقى في شيء. إيه؟ شاعرنا الكبير
عامر العوايد. الله حياك عامر، انت صرت من اهل الدار في الكواليس يعني نسمعوا شيء من اغنيته. يستاهل، كانت فتره من الفترات يعني منتشره في الساحه ايضا. زين نذكر الجمهور. حلو، يستاهل. حبك وطن رغم المآسي والمحن، مشك الزمن لكن أشواقي شكيت، لكن أشواقي شكيت، لكن أشواقي شكيت. يا اللي أحبك من زمن تغيب تتركني لمن، يا اللي أحبك من زمن تغيب تتركني لمن، أشتاق لك قلبي حن، أشتاق لك قلبي حن. والعين من بعدك بكت، والعين من بعدك بكت. حبك وطن رغم المآسي والمحن، مشك الزمن لكن أشواقي شكيت، لكن أشواقي شكيت، لكن أشواقي شكيت. الله الله يا طلال، الله يعطيك الصحة والعافية ومزيد من هذا التألق، وشكرا لشاعرنا منورنا ما شاء الله. وفي نفس الوقت أقدم لك التحية وإن شاء الله مزيد من التألق ومزيد من النجاح، وأشكر كذلك عباس بوجوده معانا، وأيضا شكر لفرقة الشهباء اللي يعني دعوتنا. عوض وحوراء شو أخباركم؟ تبغون مشاكين، تبغون مشاوي، تبغون عيوش، فواكه، سلطات، كل شيء موجود. ما شاء الله يا عبد الله، ما شاء الله كل شيء موجود. وجميل يعني البداية اللي كانت مشاركة أيضا فرقة الشهباء في فنوننا العمانية وفن العازي. ما شاء الله عبد الله كل يوم كذا موهبة جديدة. يستاهلون الجمهور الكريم وايضا متابعي برنامج الناس والخريف ومتابعين شاشه تلفزيون السلطنه كل ما هو ممتع، وانتم ما شاء الله في كل زاويه من زوايا هذا البرنامج نحاول نسعى ان نلبي ذائقه المشاهد الكريم. تسلم يا عبد الله، بكره ان شاء الله عندك مفاجاه مختلفه اكيد لمتابعينا برنامج الناس والخريف، يعني دائما هذا البرنامج يرصد لكم واقع خريف محافظة ظفار لهذا الموسم مشاهدينا الأحبة، الذي يعتبر مهرجان الطبيعة، مهرجان الرذاذ، مهرجان الضباب في مختلف أيضا هذه المناطق الموجودة في محافظة ظفار. أكيد مهرجان على كل المستويات، فيه الكثير من الفرح والسعادة والسرور، كل من يزور وكل ساكن محافظة ظفار كذا في حالة فرح وبهجة خلال هذا الموسم، وإن شاء الله أيامنا تكون هكذا دائما فيها هكذا نوع من البهجة والفرح والسرور من خلال أيضا زيارتكم لمحافظة ظفار. نتواصل معكم مشاهدينا الأحبة، نروح إلى فاصل وبعدها لنا عودة من جديد، كونوا معنا.
نتطلع في أوكيو إلى تسخير طاقاتنا وتدوين قصة نجاح أخرى لمشاريعنا التكاملية، لنمضي بعزيمتنا لإيجاد قيمة جديدة لسلسلة مواردنا الطبيعية. اللحظات، ما هي اللحظات؟ هي انعكاسات ذواتنا، يخمر الحواس وجمال يأسر الوجدان. في كل لحظة أسطورة لا يحدها زمان. تويوتا كراون الجديدة كليا صممت لكل الأجيال. اليوم راح نتكلم عن الأرض كثروة مقدرة. الأرض ثروة. الأرض إيش؟ ثروة. الأرض إيش؟ الأرض إيش؟ الأرض إيش؟ ثروة. من هذا المبدأ كانت البداية، تمسكنا بهذه الفكرة أن تعطي الأرض الخير، ونأخذ هذا العطاء على محمل الجد، لنتعامل مع كل مرحلة باحترافية وإتقان. نشيد المستقبل ونتماشى مع حداثة الصناعة. حملنا على عاتقنا المسؤولية وحلقنا في القمة، لننطلق من أرضية تترجم مفاهيم الاستدامة، وحرصنا على إيجاد الخيارات لنفتخر ونفاخر وبكل استحقاق. ساهمنا في تسجيل رقم قياسي في تصدير الجبس ومشتقاته إلى البعيد. عملنا على تعزيز السوق المحلي ومنافسة العالمي لنكون شريكاً رئيساً في رؤية عمان 2040. الشركات العالمية للمحاجر، من الأرض للحياة. أريد آيس لاتيه، كرشت آيس، دبل شوت، آت ميلك مع 2 بامب سويت موكا و 1 بامب فانيليا. انضم إلى مكاسب واحصل على خصومات لمطاعمك المفضلة وأكثر. رد الفعل أكبر مع مكاسب. يا مسلا فيكم ظفار قوهتان.
المستقبل. خبرة عريقة في النقل البري والشحن، أسطول من الحافلات الفاخرة، خدمات على مدار الساعة، وجهات عديدة داخل السلطنة والإمارات واليمن، خدمات فندقية باستراحة الغافتين على طريق صلالة مسقط، نقليات الخليج، شعارنا الأمانة والسلامة. مدرسة الفارابي الخاصة من أعرق المدارس، تفتح أبوابها للتسجيل من قلب العاصمة مسقط، بجوار دار الأوبرا السلطانية، كادر تعليمي مؤهل، كفاءات وخبرات عالمية، أحدث البرامج المتطورة بنظام كامبريدج التعليمي الدولي. مدرسة الفارابي الخاصة، صرح تعليمي متكامل. ابدأ كل قصة وكلك إصرار. لتسبق الكل لما هو أبعد. لتكتشف مدينتك على طريقتك. لتتخطى كل العقبات وألا تتوقف أبداً عن الاستكشاف. تويوتا أربن كروزر الجديدة كلياً صممت للمدينة. نتطلع في أوكيو إلى تسخير طاقاتنا وتدوين قصة نجاح أخرى لمشاريعنا التكاملية، لنمضي بعزيمتنا لإيجاد قيمة جديدة لسلسلة مواردنا الطبيعية. بكم مجددا مشاهدينا في رحلة الناس والخريف، هذه الأجواء الاستثنائية والجميلة بكل تفاصيلها، الرذاذ والضباب وأجواء عبق التراث والتاريخ، أماكن سياحية وأماكن طبيعية، عيون وشلالات مائية وغابات من الأشجار الجميلة بين ثنايا الطبيعة، ترحب بكل زائر وسائح وقاصد إلى ظفار خلال هذا الموسم للاستمتاع بكل هذه التفاصيل والفعاليات. اليوم الأجواء جدا مختلفة، هناك نسمات هواء عليلة وجميلة كما نشاهد كذا حراك الأشجار خارج الاستوديو. صحيح، هو الجو يعتبر معتدل في محافظة ظفار في أغلب المناطق، ويمكن في الجبل قد يكون هناك هكذا الجو مختلف تماما، في نسمات من الهواء الباردة، وأيضا هذا الجو العليل والرائع اللي بحد ذاته بالفعل مريحة للنفس، والكثير أيضا من الفعاليات والمناشط التي تقام في محافظة ظفار قد تمر على المشاهد الكريم هكذا بشكل سريع، ولكن الحقيقة هو الزائر الفيصل والفارق لهذه الفعاليات من خلال الجهود الجبارة التي نشاهدها من قبل الجهات المعنية التي أيضا بالفعل تساهم لإقامة الكثير من الفعاليات والأنشطة هنا في محافظة ظفار. الكل مهتم بأن يقدم للسائح كل ما يود السائح للاستمتاع بكل هذه التفاصيل، ونحن أيضا مع مشاهدين نحب دائما نشوف أماكن جديدة من خلال وسم البرنامج ماس والخريف، مواقع ربما جديدة ومواقع أيضا في التقاطات يومية
هذه أيضا المشاركات من هيثم القاسمي، لقطات كثير رائعة لشلالات دربات، جريان العيون أيضا، مناظر بالفعل جميلة. هذه مشاهد أيضا لبعض الجبال، هذه المشهد من ظلكوت اليوم حسب ما يقول صاحب التغريدة أبو خالد، اليوم مصور هذه الأجواء في ظلكوت. مناظر أخرى أيضا من جبال، وحسب المشهد يبدو أنه من جبل إيتين، مكان جدا جميل والتقاطات أجمل في الناس والخريف. حديث أيضا عن الأماكن السياحية في ظفار، وهذه لقطات أيضا جميلة لبعض المواقع هنا في محافظة ظفار. الضباب هكذا يعانق الجبال مثل ما نشوف في المشهد، مكان جدا جميل. نعم، ونحن نحاول بين حين وآخر أن نستعرض لكم هذه المشاركات مشاهدينا الأحبة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، ومشاركتكم عبر الوسم الناس والخريف. هي الرواية بفصولها أيضا المختلفة وتفاصيلها العذبة مستمرة هنا في محافظة ظفار، بالإضافة يعني عوض من خلال زيارتي لبعض المواقع لاحظت أنه مراكز التسوق المحلات التجارية دائما تشهد هكذا انتعاش رائع وممتاز وحركة ممكن اقتصادية حتى في موسم الخريف بالتحديد. يمكن الناس تشتري الكثير من الفضيات وغيرها أيضا من المنتجات الأخرى التي تشتهر بها محافظة ظفار. بالفعل هذه الأعداد من الناس اللي يعني أي شخص يسافر لأي مكان لابد أنه يأخذ معه تذكار، فهذه الأماكن مجمعات الأسواق تشهد إقبال، لأنه بالفعل الشخص يريد يأخذ ذكرى، يريد يأخذ شيء هدية مثلا لأهله لأصدقائه لأحبابه، يمكن هي نوع من الهدية ونوع من التشويق أنه أنا زرت صلالة أو زرت المكان الفلاني وهذه هدية من المكان نفسه. جميل، يعني ممكن هناك الكثير أيضا من الهدايا اللي يستطيع الزائر أن يقتنيها في محافظة ظفار، وهذه المرة يعني اخترنا أن نتحدث أكثر عن الخنجر العماني. الزميل محمد بن بخيت الشحري في عبق يختار لنا هذه المفردة الوطنية، نتابع. الخنجر العماني الذي تم إدراجه بالقائمة التمثيلية للتراث الثقافي غير المادي للإنسانية باليونسكو يمثل إرثا ثقافيا كبيرا، لأنه ارتبط ارتباطا مباشرا بنا، وهو رمز للأصالة والهوية الوطنية هنا. يكاد لا تخلو هذه المحالة التجارية من الخنجر العماني الأصلي أو تلك التي نحتت على شكل تحف للجمالية وأخرى للصغار بشكل بسيط وأخف. ياسر، توارثت هذه المهنة أبا عن جد، وهناك أكيد علاقة وطيدة تجمعكم بهذه الصناعة، لو نتحدث عن هذه العلاقة. علاقتنا بصناعة الخنجر العماني تمتد لأكثر من 100 سنة. نشأنا في بيئة الوالد والجد وكلهم يعملوا في هذا المهنة. أجزاء الخنجر تفصيلية كثير، بس العموم اللي هي بيكون الرأس والطوق والصدر والطمس والقطاعة والقبع والحلق والسير، تقريبا هذا بشكل يعني سريع. هناك أيضا يعني أنواع مختلفة من الخناجر أيضا وأسعار مختلفة، لو تحدثنا عن هذه الأنواع وعلى ماذا تعتمد أيضا أسعار هذه الخناجر. الخناجر هي مختلفة، تقريبا عندنا الخنجر السعيدي اللي هو مختص في السلاطين البوسعيد، وفي عندنا الخنجر النزواني والخنجر الصوري والخنجر والجنبية أو يسموها السدحية، وفي عندنا الباطني.
اللي هو الساحلي. تعتمد أسعار الخناجر على المقبض أو الرأس، كل ما كان نوعية الرأس من وحيد القرن اللي هو يسموه الزراف، هذا أعلى حاجة، وبعده يجي سن الفيل، وبعد سن الفيل يجي عندنا أنواع كثيرة من أنواع الأخشاب مثل الصندل، أو من أنواع القرون مثل قرون الجاموس. وكل ما كان الخنجر في قرن الزراف يكون أعلى سعرا. يعد الخنجر سمة من سمات الزي العماني، وهذا الخنجر يرتدونه الرجال وتجده حاضرا في المناسبات الوطنية والأعياد والأعراس، لأنه يمثل رمز العراقة والأصالة وضمن العادات والتقاليد. بإمكان من يريد أن يقتني مثل الخنجر العماني بمختلف أنواعه في الأسواق المخصصة لبيع الفضة أيضا، والمحال التي أيضا هي مشهورة بمستلزمات الرجالية. فالخنجر العماني خنجر أصيل. السلطنة تزخر بكثير من التراثيات، والهوية الوطنية للسلطنة، سلطنة عمان، هي الخنجر العماني، وأفضل رمز نشتهر به في السلطنة أو على مستوى الجزيرة العربية. هذا جزء من ذكرى لا تنسى. نسعد بكم زوارنا الأعزاء، وندعوكم للإبحار في هذه الهوية العميقة. موعدنا وإياكم في رحلة تسوق قادمة. إلى اللقاء. نتطلع في أوكيو إلى تسخير طاقاتنا وتدوين قصة نجاح أخرى لمشاريعنا التكاملية، لنمضي بعزيمتنا لإيجاد قيمة جديدة لسلسلة مواردنا الطبيعية. اللحظات، ما هي اللحظات؟ هي انعكاسات ذواتنا، يخمر الحواس وجمال يأسر الوجدان. في كل لحظة أسطورة لا يحدها زمان. تويوتا كراون الجديدة كليا صممت لكل الأجيال. من الشرق منارة العلم تشرق، بضيائها تغزو الفكر بسلاح المعرفة، لتعزز روح الإبداع والقيم بكلياتها وبرامجها المتميزة التي تواكب متطلبات سوق العمل. كلية الهندسة، كلية الحقوق، كلية إدارة الأعمال،
كلية العلوم التطبيقية والصحية، كلية الآداب والعلوم الإنسانية. تطرح برامج الدبلوم، الدبلوم المتقدم، الباكالوريوس والماجستير. سجل الآن واحصل على خصومات ومنح تصل إلى 75%. جامعة الشرقية، طريقك للإجادة والريادة. أفخم أنواع دهن العود الهندي كلاكاسي، كنام، وساسورا، وأجود أنواع دهن العود الممتاز، الخاص والفواح، بتعليم فاخر وبخاخ مع كل دهن. ابتكار وإبداع في دهن العود من عبد الصمد القرشي، سادة العطر الملكي. البناء النفسي أولاً، والتعليم القائم على المتعة وبناء صورة الذات الإيجابية والانضباط مع الكرامة كانت وما تزال دعائم نجاحنا لتأهيل وتخريج جيل إيجابي يجمع بين أصالة الماضي العريق وجودة الحياة المعاصرة، بالارتباط مع جامعة كامبريدج البريطانية تحت إشراف وزارة التربية والتعليم. مدرسة سمهرم الخاصة بصلالة، ثنائية اللغة، خيارك الأفضل لتأمين مستقبل أبنائك. التسجيل مستمر الآن. مدرسة الفارابي الخاصة من أعرق المدارس تفتح أبوابها للتسجيل من قلب العاصمة مسقط، بجوار دار الأوبرا السلطانية. كادر تعليمي مؤهل، كفاءات وخبرات عالمية، أحدث البرامج المتطورة بنظام كامبريدج التعليمي الدولي. مدرسة الفارابي الخاصة، صرح تعليمي متكامل. ابدأ كل قصة وكلك إصرار. لتسبق الكل، لما هو أبعد، لتكتشف مدينتك على طريقتك، لتتخطى كل العقبات وألا تتوقف أبداً عن الاستكشاف. تويوتا أربن كروزر الجديدة كلياً صممت للمدينة. نتطلع في أوكيو إلى تسخير طاقاتنا وتدوين قصة نجاح أخرى لمشاريعنا التكاملية، لنمضي بعزيمتنا لإيجاد قيمة جديدة لسلسلة مواردنا الطبيعية. وبالقرب من برج النهضة نتواصل معكم مشاهدينا الأحبة، نحاول بقدر المستطاع أن نكون لكم الناقل والدليل السياحي لبرنامج الناس والخريف من خلال كل هذه التغطيات اللي نسويها يوميا لكم. وهذه المرة أكيد سننتقل أيضا إلى محطة أخرى وإلى زميل عبد الله تبوك الحاضر معنا من شاطئ الحافة، يعني دائما هو مختلف أيضا بضيوفه ليعرفنا أكثر على فعاليات عودة الماضي في هذا المكان بالتحديد. مكان جميل هناك على شاطئ الحافة،
ويحمل الكثير من عبق الماضي، واكيد عبد الله راح يطلعنا على الجديد دائما هناك. اهلا وسهلا بك عبد الله، يعني اليوم موضوعك ان شاء الله راح يكون عن حديقه النسيم المائيه بصلاله، وانا شاهدت بعض الصور والفيديوهات عبر مواقع التواصل الاجتماعي، ما شاء الله على الازدحام وما شاء الله على الاقبال من قبل زوار محافظه ظفار لهذه الحديقه بالتحديد. نعم، تحية لك حوراء ولعوض ولجميع من يتابعنا وكل من انضم إلينا في هذه الدقائق لمتابعة هذه الرحلة اليومية عبر الناس والخريف. بالفعل إحدى المواضيع التي ستكون معنا وضيف أيضا سيكون معنا في قادم الوقت من استوديو شاطئ الحافة هنا في فعالية عودة الماضي، راح يكون معنا بإذن الله للحديث عن هذه البدء التشغيل في حديقة النسيم المائية. راح يكون معنا الضيف الدكتور مصعب الهنائي، وهو أيضا الرئيس التنفيذي لمجموعة شركات التسليم. سوف نأخذ معه هكذا جولة حول الموضوع، نقرب المشاهدين من هذا المشروع وحيثيات هذا المشروع بإذن الله تعالى. أيضا هناك فقرات متنوعة راح تكون معنا بإذن الله تعالى، سوف نتحدث أيضا عن الحفلات الفنية المقامة خلال هذا الموسم، سواء في تين سكوير على مسرح القوس أو أيضا على مسرح المروج. نتحدث عن هذه الحفلات الفنية بداية، في أول حفلة فنية راح تبدأ على مسرح المروج بتاريخ 3 أغسطس للفنان خالد عبد الرحمن وأيضا عبود خواجة. أيضا في مسرح القوس في تين سكوير راح تحيي الحفلة الفنانة السورية لميس كان بتاريخ 4 أغسطس. أيضا في نفس المسرح بتاريخ 7 أغسطس راح تكون الفنانة السعودية وعد، وأيضا هناك الحفلة الفنية الرابعة اللي راح تكون على مسرح المروج تحيي الفنانة مريم فارس بتاريخ 10 أغسطس، وفي 14 أغسطس في مسرح القوس راح يكون محمود التركي بإذن الله تعالى، وأيضا في مسرح المروج بتاريخ 17 أغسطس أحمد سعد والفنانة رحمة رياض، وفي مسرح القوس مرة أخرى أصيل هميم بتاريخ 21 أغسطس، ومن ثم في مسرح المروج هناك حفلة تحييها فرقة هندية وهي فرقة شان بتاريخ 24 أغسطس، وختام هذه الحفلات الفنية في تين سكوير على مسرح القوس بتاريخ 27 أغسطس تحييها الفرقة الكويتية ميامي. هذه نبذة عن هذه الحفلات الفنية، وإن شاء الله في قادم الوقت هكذا ستكون على اللقطات أو جرافيكس على الهواء تطلعنا على أيضا تواريخ هذه الحفلات الفنية سواء في مسرح القوس أو في مسرح المروج كما ذكرنا. أيضا هنا نشكر اللي حاضرين وبقوة هنا في عودة الماضي، كل الشكر لمطعم 1970 للمأكولات الشعبية. نشوف هذه المأكولات الشعبية سواء الحلوى أيضا العصيدة أيضا المقصقص. فالمطعم كما ذكرنا شكرا ل 1970 للمأكولات الشعبية وهذا الشاي الجميل وأيضا هذه الوجبات أو الخفايف المتنوعة، شكرا لمطعم 1970 للمأكولات الشعبية. أيضا مشاهدينا الكرام نتحدث عن مسابقة الناس والخريف، كل ما عليك أنك ترسل كلمة خريف على الرقم 904-58، هناك سحب يومي على 100 ريال وأيضا سحب أسبوعي على 400 ريال، وهناك السحب الأول راح يكون على السيارة في تاريخ 11 أغسطس والسحب الثاني راح يكون في 31 أغسطس. هنا في عودة الماضي فعاليات متنوعة، بيئات متنوعة، عوالم جميلة هنا في عودة الماضي تدعو الزائر ليتجول في هذا المكان ويستمتع بهذه الأجواء الجميلة هنا. الآن هناك لقطات على الشاشة لعودة الماضي، نترككم مع هذه اللقطات ولنا عودة.
عودة مشاهدينا مرة أخرى لاستوديو شاطئ الحافة هنا في فعالية عودة الماضي مع هذه الأجواء الاستثنائية والأجواء الخريفية الرائعة في عودة الماضي وأيضا مع الإقبال المتزايد للزوار هنا لهذه الفعاليات والتي تحوي ونذكر دائما 5 بيئات مختلفة تعكس واقع الإنسان هنا في محافظة ظفار من البيئة البدوية والريفية والحضرية الزراعية وأيضا البحرية. كما ذكرنا في بداية الاستوديو أنه سيكون معنا الدكتور مصعب الهنائي الرئيس التنفيذي لمجموعة شركات النسيم وسوف نتحدث بإذن الله في قادم الوقت عن افتتاح الحديقة المائية وحديقة النسيم هنا في محافظة ظفار وبالتحديد في ولاية صلالة. دكتور نرحب فيك، مساء الخير. أهلا وسهلا فيك يا أخي عبد الله وبارك الله فيكم ومسائك سعيد. نبارك لكم البدء تشغيل حديقة النسيم في هذا الوقت، وأنا أبارك للشعب العماني أجمعين كون هذا المشروع مشروع الوطن ويخدم جميع المواطنين على أرض هذا البلد المعطى بإذن الله. نحن راح ندردش وناخذ ونعطي عن حديقة النسيم وأيضا السيرك العالمي، لكن قبل ذلك نخرج إلى تقرير يتحدث عن بدء التشغيل في حديقة النسيم المائية ولنا عودة بإذن الله. حياكم الله، نتابع. حديقة النسيم المائية بصلالة مشروع ترفيهي يستهدف الأسرة والطفل ويساهم في تنشيط الحركة السياحية في موسم خريف ظفار لهذا العام. أنا لعبت في الألعاب المائية واستمتعت كثير. أنا اليوم في حديقة المائية استمتعت كثير وأحب الحديقة المائية والألعاب المائية. شكرا. وقد قام صاحب السمو محافظ ظفار بزيارة ميدانية للإطلاع على بدء أعمال التشغيل بالحديقة حيث تقدر مساحتها ب40,000 متر مربع. اليوم زرت الحديقة المائية وكان في ألعاب كثيرة وكان للصغار وللكبار. لعبت ألعاب كانت حلوة. تتميز الحديقة بوجود ألعاب مائية متنوعة تتناسب مع مختلف الفئات العمرية. شاهدنا هذا التقرير الذي يتحدث عن بدء التشغيل في حديقة النسيم المائية هنا في ولاية صلالة. نستكمل حديثنا هنا في الاستوديو مع ضيفنا الدكتور مصعب. دكتور مصعب، قبل لا أبدأ في الدردشة، كيف الأجواء معك؟ كيف شفت عودة الماضي؟ لا ما شاء الله، مكان جميل وحقيقة الأمر يعني أشكرك أخ عبد الله، أخرجتوني من المكان من الضغط من ضغط العمل والمكان اللي أنا مثل ما يقولوا الوكر اللي أنا عايش فيه. فحقيقة بصراحة جهود جبارة والشكر الموصول لجميع القائمين على هذا العمل. أنا حقيقة لما سمعت عنه ولكن لما وصلت للمكان انبهرت جدا. أكثر شيء شدك الآن في عودة الماضي؟ أنت أول زيارة لك؟ أول زيارة بحقيقة. إيش اللي شدك في عودة الماضي؟ وجود جميع الأشياء التراثية والشعبية واسم على مسمى.
أو للماضي، فجميع الماضي موجود هنا من جميع التراثيات، وجودكم أنتم منورين المكان. لا لا، النور نورك، بالعكس احنا سعيدين انك متواجد معنا هنا في الاستوديو رغم يعني الظروف والصعوبات اللي تواجهك الان انت، ضغط العمل وايضا ضيق الوقت معك، لكن يعني نشكرك انك حضرت معنا الاستوديو. لا هذا واجب طال عمرك. نتحدث عن حديقة النسيم المائية بداية، الفكرة من وين طلعت؟ حقيقة الامر يعني اذا الله تعالى الهمك بشيء من انك كيف تقدر تسعد الانسان او الناس اجمعين وخاصه الفئه العمريه الاطفال، فانت يعني محظوظ من عند رب العالمين. فالفكره اتت احنا لما فتحنا منتزه النسيم بولايه بهله وشفنا الاقبال الحمد لله رب العالمين، وفرحه الاطفال وفرحه الناس بوجود مكان سياحي وقريب وفي متناول الجميع وبأسعار رمزية مقارنة بالدول يعني المجاورة أو خارج سلطنة عمان، يعطيك طاقة إيجابية ومريحة أنت تبذل قصارى جهدك في سبيل يعني انك تقدم كل ما شيء، تقدم شيء كل ما هو مميز مميز. يعني نقول انتقلت من بهلة الفكرة إلى صلالة. نعم، بس انك ما فكرت انها ربما مخاطره، منطقه سياحيه اكثر، في تنافس في مواقع مختلفه؟ انا من يعني من احب يعني الصعوبات والتحديات، فلما وجدت هذه الحديقه موجوده وكلنا نعلم باسباب تعثر او توقفها خلينا نقول ايا ما كانت من زين، فقلت الله تعالى الهمني بفكره استكمال هذا المشروع، والشركة موصول يعني لسعادة رئيس البلدية وجميع القائمين في المحافظة على تذليل الصعاب، والحمد لله رب العالمين وعدناهم بإنهاء المشروع في فترة وجيزة، وكان في تحدي كبير وكان الأغلب ما مقتنع إني من توقف 10 سنوات ومن منطقة مهجورة وتنجز في 4 أشهر، وكذلك إن من حق المواطن أن يتساءل إن هذه الحديقة توقفت ل10 سنوات لابد أن يكون هناك أخطاء فنية أو فيها مشاكل. نحن دكتور ما راح نتكلم على أخطاء وكذا، ما نتكلم عن الأمر الواقع. أمر الواقع حدثنا، فوجدنا الأمر الواقع إن إحنا حبينا ندخل ونخوض هذه التجربة والمغامرة بإنجاح هذا المشروع. ممتاز جدا. طيب دكتور، نتحدث بما أنه المشروع قائم والحمد لله أمس كان الافتتاح، نقول بدأ التشغيل، نتحدث عن المرافق الموجودة والأقسام الموجودة في حديقة النسيم، يعني الزائر لما يزور إيش اللي راح يحصله في حديقة النسيم الآن؟ نتحدث عن الوقت الحالي. الوقت الحالي هي مرحلة أولى أتوقع، هي المرحلة الأولى. أيوة. والمرحلة القادمة إن شاء الله حديقة الحيوانات بإذن الله تعالى، ونقول على موسم خريف 2024 وبإذن الله قبل راح يكون تستكمل كل الاستكمال بإذن الله تعالى. الآن الأقسام الموجودة، أما حاليا المرافق أول ما تدخل على قاعة الاستقبال وفيها توجد قاعات الانتظار، قاعة الاجتماعات وهي القاعة المخصصة لاجتماعات سواء للقطاع الخاص للقطاع الحكومي، كذلك سوبر ماركت نسميه أو محل بيع مستلزمات الأدوات السباحة وجميع التحف والهدايا وجميع ما يخص الحدائق المائية يعني الزائر والذكريات للمكان، ثم اللي هو الاستقبال لحجز التذاكر، ومن ثم يدخل الزائر الحديقة المائية. في المقدمة يواجهه على طول البحر الاصطناعي ثم النهر الاصطناعي. طيب دكتور، لو استوقفك هنا تقريبا كم لعبة موجودة هناك؟ العدد ما يقارب 30 لعبة. 30 لعبة. نعم. جميل جدا، متنوعة طبعا. متنوعة طبعا بين الكبار والصغار. ممتاز. وإذا جينا نتكلم عن المساحات، مساحة البحر الاصطناعي تقريبا ما يقارب 3000 متر مربع. 3000 متر، هذا البحر الاصطناعي. بحر اصطناعي فقط. جميل. يعني خلينا نقول لو شفنا هذا البحر خضيت ابعاده يمين ويسار مشابه له. يعني ولا احنا نتميز عن البحر الطبيعي ان احنا عندنا تموج تقريبا 20 موديل. هو جميل بس يظل صناعي. يظل صناعي. أكيد, اكيد اكيد اكيد. طيب نتحدث عن السيرك النسيم العالمي.
بنتحدث عن سلك نستكمل المرافق الحديقة. طيب نستكمل المرافق. كذلك يوجد دورات مياه سواء للرجال أو النساء. كل قسم يشمل 30 دورة مياه، 30 اللي هو مسبح الشاور، وكذلك 30 خزانات لاستبدال الملابس، والخزانات للوكر اللي هي خزانات الملابس تحط ملابسك فيها. المرافق المعروفة في الحدائق المائية ومصل النساء هذه، وتقريبا أربع كوفيهات بالإضافة إلى المطعم الرئيسي. هذا جميع مرافق الحديقة. جميل جميل. وإذا تكلمنا عن أسعار التذاكر فأنا أجي لك على الأسعار وأيضا على التواقيت الممكن اللي شاهدنا الآن. أي نعم يعني. عشان المعلومة في هذا التقرير توصل للجميع. بالضبط. التوقيت الافتتاح من الساعة 10 صباحا إلى الساعة 7 مساء. وأسعار التذاكر 10 ريال للكبار و6 ريال للأطفال، نحفظهم إحنا بالطول طبعا. أيوة يعني تقريبا ما المتر أو متر وعشرين فنازل 6 ريال. جميل. وما فوق 10 ريال، والمرافق اللي مرافق للعائلته وما حاب يستخدم مرافق السباحة خفضناهم كذلك إلى 6 ريال. ممتاز كبير. الآن نتحول إلى السرك. سرك النسيم العالمي هو جنب الحديقة، جنب الحديقة المائية. نعم، بين مسرح المروج وبين الحديقة المائية. أيضا يفتح يعني التواقيت نفس التواقيت؟ لا، سرك النسيم العالمي عبارة عن، خلينا نقرب المعلومة للمشاهدين، مثل السينما. كأنك داخل فيلم بس من واقع حي، وهو استعراض في اليوم استعراضين. يبدأ الاستعراض الأول في تمام الساعة 5 ومدته ساعة ونصف، ثم بريك عندنا ساعة ونستعرض الاستعراض الثاني الساعة 7:30. وكل عرض يقدم فيه استعراض الحيوانات، مجموعة من الحيوانات ومن أهمها الأسود، استعراض الألعاب البهلوانية بشتى أنواعها، يعني تقريبا فوق 20 عروضات بهلوانية، وكذلك العروض الدراجات النارية داخل الحلقة. وحقيقة الأمر هذا السرك احنا سميناه سرك النسيم العالمي، كونه عالمي يجمع بين ما يقارب أكثر من 8 دول، سواء إذا خضيناها على السريع من الهند، من باكستان، كولومبيا، إفريقيا، إيران، البرتغال. متنوع. متنوع يعني. فهذا كلهم اجتمعوا مع بعض. هو سرك يتحول من دولة لدولة، وحضرنا إلى عمان من جمهورية إيران تحت مظلة البطل العالمي محمد علي كهرماني. جميل جميل. إذا دكتور هكذا قربنا المشاهدين من حديقة النسيم. أسعار رسوم. رسوم نتكلم رسوم ونختم. رسوم رسوم الأسعار للسرك 8 ريال للجولة للعرض الواحد 8 ريال، ولكن إحنا نقدم هدايا. اللي يدخل السرك يحصل تقريبا، المشاهدين نوزع لهم تقريبا من 50 الى 100 تذكره هديه. جميل. للحديقه المائيه. المائيه رائع. واللي يدخل الحديقه المائيه. جميل. كذلك نقدم لهم هديه من 50 الى 100 تذكره للسرك. للسرك. حلو جميل جدا. وكذلك في 5 اشخاص اللي يدخل السرك تذكره مجانيه واحده. جميل جميل دكتور، شكرا لك، سعدنا بحضورك معنا في استوديو الفعاليات، قربنا المشاهدين من حديقة النسيم المائية وأيضا السيرك الموجود. شكرا لك دكتور. شكرا لك يا أخي عبد الله. إذن مشاهدينا كانت هذه جولتنا هنا في استوديو شاطئ الحافة، تحدثنا عن بدأ التشغيل في حديقة النسيم المائية، وأيضا اقتربنا أيضا من السيرك العالمي، وأيضا هنا الأجواء الجميلة في هذه الفعالية، وحاولنا هكذا نرصد لكم بشكل سريع الأجواء هنا في شاطئ الحافة في عودة الماضي. نذكر بمسابقة الناس والخريف على الرقم 90458، كل ما عليك أنك ترسل كلمة خريف على هذا الرقم. هناك سحب يومي على 100 ريال، وهناك سحب أسبوعي كل سبت على 400 ريال، وأيضا السحب الأول على السيارة بإذن الله راح يكون في 11 أغسطس والثاني في 31 أغسطس. إلى هنا نكون انتهينا من استوديو الفعاليات. أنتقل بالصوت والصورة لحوراء وعوض، ولكن حوراء وعوض أنا ما راح أتكلم، بس أتوقع أنه حوراء فهمت الموضوع.
المقصقص بالعافية عليك. بالعافية عبد الله، تسلم. إن شاء الله راح نرجع لعبد الله بإذن الله غدا بهكذا لنتعرف على فعاليات أخرى أيضا تقام في محافظة ظفار. مشاهدينا الأحبة، هذه كانت كل جولاتنا وتطوافنا في محافظة ظفار. ملتقانا بإذن الله سيتجدد غدا في محطات ومتابعات مختلفة لنتعرف على جماليات الطبيعة وموسم الخريف في هذا العام. شكرا لكم وإلى اللقاء. إلى اللقاء مشاهدينا.